طيب المسألة دي هي نزلت امبارح بالليل 28/6/2018. المسألة دي أنا فاكرة إن أنا شرحت مسائل شبهها في الفيديوهات اللي فاتت، مش فاكرة إذا كانت المسألة دي هي ولا مسائل تانية، بس أنا فاكرة إن أنا شرحت الفكرة بتاعت المسألة دي. هحاول أشرحها تاني بطريقة أسهل أو أبسط. هو السؤال هنا بيقول لي ماري هو 16، ماري عندها 16 سنة. ناخد بالنا من 16 و60 والحاجات دي، لان يعني في ناس بتتلخبط ما بين التين والتي. يعني years old is 4 times، 16 دي 4 اضعاف as old as her brother، 4 اضعاف عمر اخوها. how old will Mary be، عمر ميري دي هيبقى كام، عمرها هيبقى كام. when she is twice as old as her brother، لما تكون ضعفين، 2 من اضعاف عمر اخوها. طيب انا عندي ماري عندها 16 سنة وعندي اخوها هي 4 اضعاف عمر اخوها، يعني اخوها خلينا اخوها عنده 4 سنين، تمام، هي 4 اضعافه، فهقسم 16 بس على 4 هيديني عمر اخوها اللي هو 4 سنين. هنا بيقول لي how old will Mary be when she's twice as old as her brother. المفروض ان عمر ميري 16، والمفروض انها هتكبر، يعني هتكبر هيبقى فيه عدد سنين. هي بس كل التركة في المسائل دي عدد السنين دي، يعني الناس ما بيجيش في بالها الجزء ده فبتقعد تتوه في المسألة، بس هي بس الجزء الغامض فيها هو عدد السنين ده، هو اللي بيطلع لي المعادلات. طيب هتكبر عدد سنين هيديني العمر اللي هو طالبه، وبيقول لي عمرها هيبقى قد ايه. لما اخوها دلوقتي عنده 4 سنين، هو قايل لي ان هي عمرها 4 اضعاف اخوها، فاخوها دلوقتي عنده 4 سنين هيكبر نفس عدد السنين لانهم بيكبروا مع بعض، والمفروض ان بعد ما يكبر نفس عدد السنين اللي هي تكبرها عمره هيبقى نص عمرها، يعني عمرها على 2، ان هنا قايل لي ان هي عمرها هيبقى ضعف عمر اخوها، فهي اخوها هيبقى عمرها على 2. بس خلاص، يعني المفروض ان ده بيساوي ده، هو نفس عدد السنين، فانا كده بقي معايا معادلتين هطلع منهم بس علامة الاستفهام دي، لان انا اصلا دول زي بعض. ممكن نجمع المسألة وممكن نطرحها، بس في الجامعة بتديني خطوة زيادة، لو حابين تجربوها جربوها، بس انا هنا هطرح عشان اوفر شوية. طيب هطرح المسألتين من بعض، فهطرح 16 ناقص 4 هيديني 12. سوري، هو انا حاسه اللون ده، معلش، هيديني اتناشر. بعد كده هطرح الاكس من الاكس زيرو، مش هحطه، او يعني لو حابين تحطوه اهو زائد زيرو، هيساوي علامة استفهام ناقص علامة استفهام على 2، يعني كأني بطرح واحد، كأني بطرح نص من واحد، يعني واحد ناقص نص هيديني نص، فهيديني علامة الاستفهام على 2. يبقى انا كده خلاص بقى عندي ال 12 بتساوي علامة الاستفهام على 2، وعلامة الاستفهام دي هي عمر ميري اللي هو طالبه، لما تكبر يبقى عمرها ضعف عمر اخوها، فعلامة الاستفهام دي طلعت معايا 12 في 2 هيديني 24. طيب حابة اتأكد من حلي اذا كان صح او غلط، هرجع للمسألة تاني. لو حطيت هنا 24 يبقى المفروض ان عدد السنين اللي هتكبرها ميري 24 ناقص 16 هيديني 8. لو جيت هنا حطيت 8، 4 زائد 8 12، والمفروض ان علامة الاستفهام دي هي علامة الاستفهام دي، فيعني هتساوي 24. 24 على 2 فيها 12 اللي هو 4 و8، يعني كده حل المسألة دي هو 24. ده العمر اللي بتكون فيه ميري ضعف عمر اخوها. يا رب تكون سهلة، حتى لو بانت صعبة في الاول او فيها اي حاجة، تدريب بس ونتعود على النوع ده، وان شاء الله كل حاجة بعد كده تبقى سهلة، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد.